بفضل الله متاح 5 ذكورة بقر، اخر نظافة واخر حلاوة في الاكل والشرب، مية مية زي ما انتوا شايفين. هذا عجل خالت مونبليار، عجل خالت هولشتاين، عجل خليط سيمنتال، عجل خليط، ادي 1 2 اقول خشنة، اقول الفيديو ظالمها. عجل رقم 3، عجل رقم 4، وزني حوالي بتاع 170 180 كيلو. عجل رقم 5، عجل عمر 3 شهور، وأقول كلها آخر نظافة وآخر حلاوة. البهيمة هي على علفتها، بهيم آخر نظافة وآخر حلاوة. أصغرهم عمر 3 شهور ونص، بقيت البهايم عمر 8 9 شهور و10 شهور. خليط مونبليار اهو، رجل اخر خشنة واخر نظافة واخر حلاوة. خليط هولشتاين عمر 3 شهور ونص، ده اصغر عجل فيه، ده اكبر عجل فيه. خليط مونبليار، بهايم اخر نظافة واخر حلاوة. بهايم فتحة عريضة، خلاص سيمنتال اهو، عجل الأسود ده عجل اللي هيبقى من أبطال عجل خشن وعجل نضيف أوي. المنوفية جبين الكوم، الفيديو مفصل كل حاجة. بهايم اخر نظافة واخر حلاوة، اكل وشرب ومتحصنين تحصين روسي، فتحات العجول مية مية، عجول خشنة، وعجول اخر نظافة واخر